يعني بزاد الكومباني اتحاد ايرويز رويال ماروك، وكان عندي ديما واحد الحلم انني نكون بيلوت. واخا كانت تجبر لي صعيبه شويه، كنت نقول زعما واش نقدر عليها ما نقدرش عليها، ولكن غمضت عيني وتلحيت بالما كما تنقولوا ومشيت بديت نقرا. سيتي با فاسيل، صعيب بزاف شويه، ماشي صعيبه بزاف ولكن صعيبه القرايه، يعني خصك تعطيها وقتك كامل. وحاولت نجيري ما بين لي تورناج، ما بين الخدمه، ما بين لا فامي وما بين القرايه، والحمد لله الامور غاده مزيان. قريب ان شاء الله نكمل لا فورماسيون، واليوم جيت نبارطاجي معكم هادشي، ماشي باش نقول لكم باش نعيق عليكم بين قوسين ولا شي حاجه، حاشا لله، ولكن بغيت نعطيكم واحد البوزيتيف انرجي، وبغيت نعطيكم واحد الحماس باش ندخل لكم في راسكم وتقولوا نتوما مع راسكم انه واخا توصل لواحد لاج اللي وصلتي ليه تقدر تحقق الاحلام ديالك. انا اليوم عندي 34 عام، اليوم عيد ميلاد ديالي ديال 34 سنه.